الايراني سيد الولي راه هناك الشعب، راه هناك استهزاءات وفرش كلاميه بدون مراقص حفظوا ابدا. هذا هو اللي خصنا نفكروا مستقبل الامن المائي راه غادي يكون شوف غادي نعلمي حاجه في هذا السيد الولي حتى الفرش كلاميه هنايا راه انا كنعرف الجماعه ذات الوسط القروي هناك استهزاء وفرش كلاميه. واليوم انا كنقول الاولويات اولويات السيد الرئيس الناس تشتغلوا على مستوى القطاع الحكومي ديال الفلاحه ان ديروا واحد البرنامج عمل بدل ان هذا هو الرئيس هو غادي يدير لقاء مع السيد الوزير خص نقرروا واحد الحل. الفلاح راه يعاني هذا اللي كنقول سيدي نمشي للاتفاقيه السيد الرئيس الماده الثانيه الفنيه. غادي عندي واحد التعديل بسيط ربما كنقترحوا اذا كان الجزء الثاني والاخير اللي غادي يتصرف لصالح الجهه المستثمره ان يجي الاداره الادخال هنايا في احدى دورات المجلس السيد مدير مركز الجهه والاستثمار يقدم تقرير هنايا وحنا نصادقوا عليه وانذاك يتم صرف منحه لصالح مركز الجهه والاستثمار الماده الثانيه والثمانيه. وشكرا السيد الرئيس.